كل التوفيق للمنتخب الوطني باذن الله وكل التمنيات بالشفاء في تصفيات الامم الافريقيه لمحمد الشناوي والاستاذ ايهاب الخطيب. كل التمنيات لصديقنا العزيز وزميلنا المحترم ايهاب الخطيب رئيس القناه. الحقيقه تعرض لازمه صحيه بفعل برضه الضغط العصبي الشديد اللي صاحب المباراه والشغل والتعب، دخل المستشفى لكن الحمد لله خرج سليما معافى وبيخضع لفتره راحه في البيت. بنقول له الف الف حمد لله على سلامتك، وايضا كل التمنيات بالشفاء للزميل العزيز محمد شبانه الناقد الرياضي والاعلامي اللي دخل المستشفى واجريت له جراحه الزايده الدوديه وبيتعافى منها. بنقول له الحمد لله على السلامه. يعني هو مصاب بالزايده، لان انا الحقيقه حاولت اتواصل معاه. زايده ومراره مع بعض. المراره هي المشكله. انا حاولت ان انا بيفقع مراره اي حد بس واضح المره دي انا مرارته فاعل، لان هو الحقيقه الحمد لله على السلامه. احد المنصفين كان في الملف مع بتاع النادي الاهلي وموقفه. لا هو موضوعي، موضوع راجل مهني. الحمد لله على السلامه لايهاب الخطيب ولمحمد شبانه ولكل المرضى ولمحمد الشناوي ان شاء الله.